اليوم غادي نهضروا على حرم ماسينيس النوميدي، ولا كما يتعرف تاني باسم معبد شمتو. هذا الحرم هو من البلايص الأثرية اللي جاي في الشمال الغربي تاع تونس، قريب من الحدود تاع الجزائر، وبعيد على مدينة جندوبة التونسية بعشرين كيلومتر، اللي ماشي بعيد على دوقة اللي فيها معلم أتبان اللي هدرت عليه المرة اللي فاتت. في نفس البلاصة راه كاين متحف مبهر بزاف إكسترا اللي فيه كاع التاريخ نتاع المدينة، وفيه تانية صوالح أركيولوجية نتاع المعبد واللي ترجع للأمازيغ النوميديين. البلاصة فيها قبور نوميدية، يعني بازينات أمازيغية اللي كنت وريتهاكم من قبل، وهذه هي البازينة اللي كاينة في شمتو. فيه تاني بقايا نتاع آثار، بصح أكبر حاجة كاينة في البلاصة هو معبد شمتو اللي فيه هندسة معمارية عجيبة. المدينة أسسها الأمازيغ النوميد في القرن الخامس قبل الميلاد، واللي من بعد ما ولات رومانية ولاو يسموها سيميتوس، يعني رومانيزوها، واللي كانت مدينة نوميدية اقتصادية مهمة تربط بين مدينة هيبو وبين اللي هي مدينة القديس سانت أوغستان وبين طبرقة وسيكا اللي هي المدينة المعروفة في كتاب ساليوست على الحرب تاع يوغورتا ولا يوغورثا. شمتو معروفة بالرخام نتاعها واللي ديكور اللي بيه داروا القصر الملكي النوميدي وبنايات أخرى تانية أركيولوجيك. هذا الحرم النوميدي اللي هو معبد شمتو مبني فوق هضبة كولين، بناه الملك ميسبسا عام 139 قبل الميلاد تكريما لبواه الملك ماسينيسا واحتفالا بالانتصارات نوميديا على ليزين ميتاح. المعبد بنوه برخام من نفس البلاصة اللي انتصر فيها الأقليد ماسنسن على القرطاجيين. المعبد عاودوا بناوه جروب نتاع لي زاركيولوج المون بشكل تقريبي في وسط المتحف تاع شمتو. وكيما قبور كليب نوميديا اللي غادي نهضر عليها من بعد، هذا المعبد جاي ريكتانغولار، ارتفاعه 12 متر وعرضه 5 متر ونص. المعبد كان فيه بزاف نتاع الاعمده اللي كنا شفناها من قبل في ضريح الخروب ولا ضريح اتبان نوميديين. لا ديكوراسيون اللي فيه متنوعة، في اليسرى كاين درع في وسطها عين والحافة كاع كانت مزخرفة بغارلان اللي هو إكليل بالعربية. وكاين تاني حدا الباب درع معمر وفي وسطه راس نتاع ميدوسا اللي بالعربية قنديل البحر. في اليمنى كاين درع في وسطه حنش، وفوق الحنش كاين طورش. وفي الجهة الأخرى تاع المعبد، يعني الدخلة تاع الجهة اليمنى تاعها الحيط اللي جاي في اليمنى في الجهة الأخرى، كاين تاني درع وفيه بالعربية نترجموها نقولها صاعقة مجنحة اللي هي وينغد ثاندربيرد. وفي الدخلة كاين سبع وإلا فهد، وهادو كانوا يديروه الامازيغ في الدخله نتاع الباب باش تعسه. وكنا شفناه في اهرامات الجدار نتاع تيرت الامازيغيه، وفي الدخله نتاع باب نتاع هرم يوبا الزاوج في تيبازا. في جبال شمتو لقاو العلماء تاني اكثر من 300 ريليف اللي هي شغل نقوشات تاع بارزه مطايين في ليغوشي، وهما هادو اللي راكم تشوفوا فيهم دروك. هاد الحرم النوميدي يبين العظمة تاع نوميديا الأمازيغية، ويبين الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية نتاع العائلة المالكة النوميدية وقتها. اللي راه باغي يقرا اكثر على هذا المعلم الامازيغي غادي يلقى معلومات اكثر في هذا الكتاب اللي هو طبعه تاع كامبريدج، اللي فيه جزء خاص
بمعالم شمتو وبمعالم امازيغيين وميديا وخد اخرى. وكاين ثاني كتاب تاع الالمان اللي داروا مجموعه تاع الالمان اللي كنت حطيتها بامال دي فون واللي فيه جزء ثاني خاص بالحرم النوميدي معبد شمتو تاع مازنسن. المعلم راه مسجل في اليونسكو كمعلم نوميدي امازيغي. في التالي نتمنى يكون الفيديو عجبكم، نخليكم الصور نتاع المعلم كيفاش كان داير بصور طروادي، ونقول لكم ثنميرت. Thank you.
فيديو واحد كيما هذا ينجم يدي مني خدمه تاع سوايع حتى تاع سيمانات. ما نجمش نخدم فيديو كيما هاك في نهار ولا في يومين، مي جينيرالمون تدي مني حتى لدو سيمان. انت اللي راك تسمع هذا الفيديو واذا كنت مهتم بالثقافه تاع لافريك دي نور والثقافه الامازيغيه وتظن باللي فيديو كيما هذا ينجم يزيد الوعي، تنجم تعاونني برك بنشر هذا الفيديو مع اصحابك. شكرا لكم، ميرسي.